يرسل كرة طويلة ممتازة، هذه خطيرة وصلت لبن شرقي في غاية الخطورة، فرصة محاولة تسديدة جول. الله الله الله، بن شرقي يفتتح النتيجة، يسجل للجزيرة أول إهداف في المباراة، يضع الكرة بالصناعة، ولا أجمل ولا أروع كانت لكوليبالي. كوليبالي يضع كرة لمصلحة بن شرقي، بن شرقي يضع الكرة في المرمى، يا لها من تمريرة. أسرع أسيست بهذه الطريقة يكون كوليبالي في المكان الجميل لبن شرقي، تعامل معها بوضعية جيدة، سجل في مرمى فريق نادي الجزيرة أول أهداف في المباراة، هدف جميل للغاية. إذن بن شرقي يفتتح النتيجة، يلعب الكرة على الجهة اليسرى، عبد الله رمضان ممتازة جول. الله يا بن شرقي، يتفجر عطان في هذه المباراة المغربي، يضع الكرة في المرمى مسجلا ثاني أهداف الجزيرة، يسجل لفخر العاصمة. أنا أوان العودة يا بن شرقي، يضع هدف ثاني في المباراة، أشرف بن شرقي يضيف الهدف الثاني ويتقدم لمصلحة فريق نادي الجزيرة. شوف اللقطة، في بدايتها كان مطالبة لفابيو ليما بوجود خطأ، لكن بعد ذلك لمسة جميلة من عبد الله رمضان، تمركز رائع جدا في الانتظار، بن شرقي يضع قدمه في الكرة ويضع الكرة في المرمى مسجلا ثاني اهداف فريق نادي الجزيرة والعودة للطريق السليم.